حياكم الله إلى وقفة منتصف النهار من قناة الفجيرة، نستهلها بالعناوين. سموه يلهم النشأ ويثري مخيلاتهم بقصص عالم الصغير محمد بن راشد، لا حدود للأحلام العظيمة. بتوجيهات محمد بن زايد، الإمارات تقدم مساعدات عاجلة للمتأثرين من الفيضانات في ولاية بهانغ بماليزيا. المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة يوثق أنشطة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على مدار العام 2020. السلام عليكم. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي إطلاق كتاب جديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، يحمل عنوان عالم الصغير، يشارك سموه من خلاله ملايين الأطفال في الإمارات والوطن العربي والعالم ذكريات من سنوات طفولة وشباب سموه والدروس التي تعلمها سموه من التجارب والمواقف المختلفة التي شكلت نظرته للحياة ورؤيته للتعامل مع ما تحمله من مع ما تحمله من فرص وتحديات، وذلك ضمن قالب قصصي جذاب ومشوق يناسب الجمهور المستهدف بهذا العمل وهم النشء من سن 6 إلى 9 سنوات. وتتصدر الكتاب كلمات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يخاطب فيها القراء الصغار، يقول فيها سموه: إلى أبنائي وبناتي، عندما كنت صغيرا سعيت دائما لتعلم مهارات جديدة وخضت مغامرات عديدة في البر والبحر، وها أنا أنقلها لكم يا أبنائي لتلهمكم وتمنحكم متعة القراءة، لتتعرفوا من خلالها على قصص مستفادة من تجربتي وحياتي في الماضي، هكذا تعلمنا وتربينا. ويختتم سموه كلماته بعبارة: تعلموا أن الأحلام العظيمة لا حدود لها، في إشارة واضحة من سموه إلى أهمية الاجتهاد والسعي ومواصلة التعلم من أجل تحقيق الأهداف. ويأتي إطلاق كتاب عالم الصغير الذي تدور قصصه الخمس حول تجارب ومغامرات مرحلة الطفولة والشباب في إطار حرص سموه على زيادة الوعي بين النشء والشباب وأعداد جيل واعٍ ومثقف قادر على تحمل مسؤولية التطوير في المستقبل. عالم الصغير محمد بن راشد آل مكتوم. إلى أبنائي وبناتي، عندما كنت صغيرا سعيت دائما لتعلم مهارات جديدة وخضت مغامرات عديدة في البر والبحر، ها أنا أنقلها لكم يا أبنائي وبناتي لتلهمكم وتمنحكم متعة القراءة، ولتتعرفوا من خلالها على قصص مستفادة من تجربتي وحياتي في الماضي، هكذا تعلمنا وتربينا. وأريدكم أن تعلموا أن الأحلام العظيمة لا حدود لها. والدكم محمد بن راشد آل مكتوم. أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بتكليف معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بلهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. ويختص المجلس بوضع الخطط والبرامج والأنظمة واللوائح الكفيلة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الرياضة في الدولة
والعمل على اقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم القطاع، بالإضافة إلى تشكيل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية وأصدار قرارات إشهار الجهات الرياضية والبت في الشكاوى والتظلمات التي ترفع إلى الهيئة. ويعمل المجلس كذلك على تنظيم وتطوير العمل في الهيئة العامة للرياضة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفر رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. تقدم دولة الإمارات مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات التي اجتاحت ولاية بهانغ في ماليزيا، وتتضمن المساعدات كميات كبيرة من مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية والصحية في المرحلة الأولى من برنامج المساعدات الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ويستفيد منها أكثر من 50,000 متضرر. هذا وأكملت الهيئة استعداداتها لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وتوفير المساعدات بالسرعة التي تتطلبها ظروف المتأثرين من الفيضانات. أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة شريطاً مصوراً توثيقياً يستعرض أنشطة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه على مدار العام 2020. يوثق الشريط المصور أهم الفعاليات التي شارك فيها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه على مدار العام 2020 إلى جانب أصحاب السمو حكام الإمارات، من ضمنها حضور سموه الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار غرس الاتحاد. ويستعرض الشريط المصور أيضاً الجولات التفقدية لصاحب السمو حاكم الفجيرة على عدد من المشاريع التنموية في الإمارة، من أبرزها تفقد ميناء دبا الفجيرة والاطلاع على ما تم إنجازه من أعمال إنشائية هناك، بالإضافة إلى زيارة سموه ميناء التزود وخدمات السفن الجديدة في إمارة الفجيرة. كما طلع سموه على سير العمل في مشروع ملعب نادي دبا الفجيرة الثقافي الرياضي الجديد في منطقة الرأس في دبا الفجيرة. هذا ويوثق الشريط المصور أيضاً جولات صاحب السمو حاكم الفجيرة الاطلاعية على كافة مناطق الإمارة، إلى جانب مشاركات سموه في عدد من المناسبات الخاصة التي تتعلق بمواطني الإمارة والدولة.
ويعرض الشريط المصور حضور صاحب السمو حاكم الفجيرة حفظه الله ورعاه مراسم رفع علم الدولة في الساحة الأمامية لقصر سموه في منطقة الرميلي. واختتم الشريط المصور برسالة من صاحب السمو حاكم الفجيرة التي وجهها للممرضين في الإمارة لمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يتزامن مع يوم التمريض العالمي، وشكر سموه الطاقم الطبي والتمريضي على الجهود الجبارة التي بذلوها وما زالوا كخط دفاع أول ضد الجائحة العالمية. تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة منتزه هيك شيشة وشغرافة الواقعتين في منطقة الرحمانية في إمارة الشارقة، واستهل سموه زيارته بتفقد مشروع منتزه هيك شيشة للعائلات، مطلعا سموه على مرافق المشروع التي تضم المنتدى الثقافي والمنتدى الاجتماعي وملاعب خارجية ومنطقة أجهزة اللياقة البدنية الخارجية، بالإضافة إلى بحيرة ومضمار للجري ومناطق للألعاب والتزلج اللوحي ومسرح للأطفال. وتم تخصيص 55 جلسة خارجية للزوار ومرتدي المنتزه. كما سمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح حول مرافق المشاريع وما تحويه من خدمات. وتفضل سموه بزيارة منتزه شغرافة التي تم تخصيصها للسيدات متفقداً ما تضمه من مرافق وأقسام. هذا ويضم المنتزه 41 جلسة خارجية وثلاثة ملاعب، إلى جانب منتدى اجتماعي وثقافي ومناطق للألعاب ومسرح ومضمار للجري ومناطق لأجهزة اللياقة البدنية. وأبدى صاحب السمو حاكم الشارقة عددا من الملاحظات، موجها سموه القائمين على المشاريع بإجراء عددا من التعديلات والتجهيزات، وذلك لتوفير المزيد من الراحة للزوار. أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأمري رقم 1 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان. يضم المجلس في عضويته كلا من الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية نائبا لرئيس المجلس، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في حكومة عجمان، والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دائرة العدل والمحاكم بعجمان، والشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله بن سلطان النعيمي القائد العام لشرطة عجمان. كما يضم المجلس في عضويته سعادة عبد الله محمد المواجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وسعادة مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، وسعادة مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة مدير عام دائرة المالية، وسعادة مدير عام دائرة التنمية السياحية، وسعادة مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وسعادة مدير عام هيئة النقل، وسعادة مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان، وسعادة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، وسعادة مدير عام دائرة عجمان الرقمية. ونص المرسوم على أن يستمر سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي في منصبه الحالي أمينا عاما للمجلس التنفيذي، ويلغى المرسوم الأمري رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه، كما يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية المتطورة والمتكاملة لا سيما في قطاعي النقل والمواصلات بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. جاء ذلك خلال تدشين سموه أعمال مد قضبان السكك الحديدية للحزمة ألف من المرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية الوطنية خلال الحفل الذي أقامته شركة الاتحاد للقطارات في مدينة الرويس بمنطقة الظفرة. أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة وبالمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات لمشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية الذي تتولى مهمة تطويره وتشغيله شركة الاتحاد للقطارات والذي يعزز من مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي ما أسهم في تحقيق المشروع للعديد من الإنجازات سواء على صعيد التقدم السريع في العمليات الإنشائية التي تجرى حالياً لاستكمال الربط بين كافة مناطق الدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي أو على صعيد العمليات ضمن المرحلة الأولى من المشروع. وقام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بإطلاق إشارة البدء في تدشين أعمال مد قضبان السكك الحديدية الإنشائية في الحزمة ألف والتي تربط منطقة الظفرة كاملة من لغويفات وحتى طريف وصولاً إلى مدينة زايد وليوة. واطلع سموه على تقدم سير العمل في الحزمة ألف التي تربط الرويس مع لغويفات على حدود الدولة مع المملكة العربية السعودية بمسار يبلغ طوله 139 كيلومتراً حيث وصلت النسبة الكلية لإنجاز الحزمة إلى 59% منذ انطلاق العمليات الإنشائية في أوائل العام 2020. والتقى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عدداً من الكوادر الوطنية الإماراتية التي تعمل في العمليات التشغيلية في المشروع حيث أكد سموه أهمية أعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد الركائز الأساسية للشركة. كشف معالي المهندس إسهيل بن محمد فرش فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية عن أن الوزارة تتعامل مع مشاريع تطوير بنية تحتية تتجاوز قيمتها 10 مليارات درهم تقريبا ضمن خطط الوزارة الخمسية 2018-2023 وتشمل مشاريع البرنامج الاستثماري للوزارة ولجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. جاء ذلك خلال جولة معاليه الميدانية على عدد من المشاريع في الساحل الشرقي. بدأ معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي جولته الميدانية بتفقد مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة الفجيرة الذي تبلغ كلفته الإجمالية 96,748,190 درهما. وحرصت الوزارة على تطبيق معايير الاستدامة والأبنية الخضراء في المشروع من خلال تدوير المياه وإعادة استخدامها في تطبيقات الري. هذا ويتكون المشروع من المبنى الرئيس ومبنى الخدمات ومحطة الكهرباء ومعالجة المياه وأعمال مهبط الطائرات. وتفقد معالي المزروعي خلال جولته مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الشيخ حمد بن عبد الله في إمارة الفجيرة الذي تبلغ تكلفته 250 مليون درهم.
وفي إطار سعي الوزارة لدعم منظومة الاستدامة، أوضح معاليه أنه تم استخدام مشروع تطوير طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 في الفجيرة، وتقنية إعادة تدوير مواد الحفر للاستفادة من 90% من المواد المعاد تدويرها، وكذلك استخدمت مصابيح LED في إنارة الطريق، والتي بدورها أسهمت بخفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%. وواصل معالي وزير الطاقة والبنية التحتية جولته بزيارة سد الغيل كلباء، وأشار معاليه: الوزارة تستكمل جهود الدولة في إنشاء السدود في مختلف المناطق شمال الدولة، والتي يبلغ عددها 150 سداً وحاجزاً مائياً، وتشرف الوزارة على 104 سدود منها بسعة تصميمية تصل إلى 130 مليون متر مكعب من المياه. وتكمن أهمية السدود المائية في توفير مورد مائي دائم ومستمر، التي تمثل داعماً رئيساً لاستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036. أفادت القيادة العامة للشرطة الفجيرة بإضافة 51 ألف كاميرا مراقبة على مستوى مدن ومناطق إمارة الفجيرة المختلفة لرصد التجاوزات وتعزيز نسبة الشعور بالأمان. ولفتت القيادة العامة للشرطة الفجيرة أنه تم تزويد غرفة العمليات بنظام كاميرات المراقبة الجديدة يطلق عليها مسمى زام، موزعة على مختلف أرجاء الإمارة، وهو نظام هام في تحقيق السيطرة الأمنية ورصد التجاوزات وتعزيز نسبة الشعور بالأمان والتمكين من السيطرة على الأوضاع المرورية، إذ أسهم النظام منذ البدء فيه بخفض الجريمة بشكل واضح وحقق السيطرة الأمنية ووفر شروط السلامة العامة وأسهم في كشف العديد من الجرائم والحوادث والظواهر، إذ يعد الحارس الإلكتروني للإمارة. ويعتمد نظام زام الجديد على فريق متخصص مهمته تشغيل ومراقبة الكاميرات على مدار الساعة. تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوفير لقاح كوفيد-19 لأكثر من 50% من سكان الدولة، أعلنت الوزارة تقديم 78,793 جرعة خلال الساعات 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 1,020,349 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 10.32 جرعة لكل 100 شخص. وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الصحية إطلاق حملة وطنية تدعو إلى تلقي اللقاح خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن إجراء 168,770 فحصاً جديداً خلال الساعات 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، مما ساهم في الكشف عن 2,998 حالة إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 227,700 حالتين. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات المسجلة في الدولة 700 حالتين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2,264 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء المسجلة في الدولة 203,660 حالة. ختام هذه الوقفة الإخبارية، نشكر لحضراتكم طيب المتابعة والسلام عليكم.